قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. الفقمة البالغة الكبيرة الحجم يحتوي على أكثر من 100,000 وحدة. انتهى وقت مشاهدة التلفاز، والآن جاء وقت المساعدة في ترتيب المنزل. أشعر بالنشاط بعد تناول كأس الحليب هذا. ترتيب غرفتي سيحتاج لمجهود كبير، فأنا لم أرتبها منذ أيام. فواز، هل يمكن أن أطلب منك طلباً؟ بالطبع. طالما تشعر بالنشاط، هل يمكن أن تساعدني في ترتيب غرفتي؟ وماذا عن غرفتي أنا؟ أعدك أن أساعدك في ترتيب غرفتك، ولكن إذا ساعدتني أنت أولاً. اتفقنا. وها قد انتهينا. شكراً يا فواز، بدون مساعدتك لم أكن لأرتب الغرفة بهذه السرعة. يمكننا أن نرتاح قليلاً قبل أن ننطلق في مهمة ترتيب غرفتي. فكرة رائعة. يستهلك ما معدله 16,000 وحدة حرارية في اليوم. سأنطلق لإنهاء بعض الأعمال، هل تريدون شيئاً؟ انتظر يا أبي، هل يمكن أن تصحبني معك لأزور صديقتي حنان؟ ولكن ألم تطلب منك والدتك ترتيب غرفتك؟ لقد انتهيت من ترتيبها بالفعل. ألم تعديني أنك ستساعدينني في ترتيب غرفتي كما ساعدتك؟ فلنؤجلها للمرة القادمة، أريد اليوم أن ألعب مع حنان. ولكنك بهذا تخلفين وعدك. فواز معه حق يا نورة، سمعتك وأنت تعدينه، والآن أسمعك وأنت تخلفين وعدك. لم أخلف وعدي يا أمي، فقد أقول أنني لن أساعده اليوم، سأساعده مرة أخرى. ولكن وعدك كان أن تساعديه اليوم إذا ساعدك هو، وقد التزم فواز بما اتفقتما عليه، بينما أخلفت أنت وعدك. لقد أخطأت يا نورة، وطالما وعدت وعدا فلا بد أن تنفذيه، وعندما أعود من العمل سأرى هل أوفيت بوعدك لأخيك أم لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. آسفة يا فواز، لم أكن أقصد أن أخلف وعدي معك. هل نبدأ إذن في ترتيب الغرفة؟ نعم، هيا بنا. إنها حنان يا نورة، وهي تستأذن لتأتي لزيارتك بعد ساعة من الآن. عظيم، موافقة بالطبع. نورة، لا تقلق، لقد تناولت العصير أنا أيضاً وأشعر بالنشاط، وخلال هذه الساعة سنكون قد انتهينا بإذن الله من ترتيب غرفتك. هيا حتى لا نضيع الوقت.